في إطار تنفيذ المخطط استراتيجي للتنمية المندمجة والمستدامة على صعيد إقليم القنيطرة، اليوم تم إعطاء الانطلاقة لهذا المركز القروي مستوى واحد من طرف السيد عامل الإقليم اللي غادي يقدم الخدمات ديالو للساكنه ديال الجهه. وهذا هذا المركز هو من مستوى واحد، يعني غادي تكون فيه خدمات طبيه اللي فيها التكفل بالامراض المزمنه وامراض داء السل وجميع الاستشارات الطبيه وامراض وبرامج شبه طبيه اللي فيها صحه الام والطفل، وكذلك جميع الخدمات ديال صحه الام والطفل فيهم لا فاكسيناسيون وتتبع الحمل للنساء. وهذا المركز الصحي اللي غادي يعطينا واحد الشحنه كبيره لهذه الساكنة اللي هي تهي عتنعم بهذا المركز الصحي، والإخوان والأخوات والسيد العام المحترم على هذه المبادرة الطيبة اللي قام بها وزارنا، وكنشكر كل الإخوة الحاضرين معنا. وهذه المبادرة جد طيبة وحنا جد فخورين بهذا المركز الصحي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش أبونا في لاشين يوتيوب، أو فعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، أو زوروا الموقع ديالنا على شبكات التواصل الاجتماعي.